وللمزيد أيضا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بداية وبعد التحية، ما المأمول من هذه الزيارة وهذا المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؟ لا شك أن أهم ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو الموقف المصري الداعم للصومال فيما يتعلق بتداعيات ومذكرة التفاهم التي تمت بين أثيوبيا، رئيس وزراء أثيوبيا ورئيس إقليم إدارة الصومال. لا شك أن هذا الموقف هو موقف يؤكد على أن هذه المذكرة مرفوضة، غير مقبولة، أنها تتعارض مع القوانين الدولية، تتعارض مع تمتلك سيادة الصومال وتدخل في شأن الداخلي. الصومال دولة عربية عضو في الجامعة العربية، ومن حقها أن يكون هناك حق الدفاع، استخدام حق الدفاع الشرعي في إطار الدفاع المشترك. من هنا كان الموقف المصري في هذا الصدد الذي يؤكد على أنه يرفض هذه المذكرة، وفي نفس الوقت يدعم الصومال في مواجهة أي تداعيات أو أي إجراء من شأن انتهاء هذه المذكرة تخرج إلى حيز التنفيذ. لا شك أن النقطة الجوهرية هو أنها تتم بين دولة وإقليم في دولة، وبالتالي هذا انتهاك لسيادة الدولة وتدخل في شأنها الداخلي ويتعارض مع القوانين الدولية. ثم ثانيا، هناك اتجاه لأن يكون هناك قاعدة عسكرية في أرض الصومال، وهذا وتكون السيادة على هذه الأرض لأثيوبيا حوالي 20 كيلومتر لمدة 50 عاما في مقابل الاعتراف بدولة الصومال، بأرض الصومال كدولة. هذا كلها مخالفات للقوانين الدولية وانتهاك لسيادة الصومال، وأيضا تدخل في شأن الداخلية يستوجب حق الدفاع الشرعي سواء من جانب الصومال أو من جانب الدول التي هي أعضاء في تجمع مثل الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي أو حتى الأمم المتحدة. نعم، ولكن يعني من المعروف نقطة في الموضوع. نعم، ولكن من المعروف سعادة السفير يعني بأن يعني إثيوبيا لها تجارب في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وحدث ذلك قبل ذلك في ملف سد النهضة، وهناك نوع من أنواع المماطلة وأيضا الحديث داخل المنظمات المختصة. ولكن كيف ترى التعامل مع إثيوبيا في هذا الموقف، خصوصا بأن يعني منطقة القرن الإفريقي لا تحتمل، ومنطقة البحر الأحمر يعني تموج بالكثير من التوترات حاليا؟ ما هو الموقف، ما هو الرد الفعل السريع؟ للأسف الشديد السياسة الإثيوبية تقوم على سياسة التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهذا ما تم في موضوع سد النهضة على سبيل المثال، ما تم أيضا في علاقات ما بين أثيوبيا وأيضا الصومال وجيبوتي وأريتريا فيما يتعلق ببعض الأنهار التي تنبع من أثيوبيا وهي أنهار دولية مع هذه الدول الثلاث، تصرفات أحادية وفرض أمر واقع. لا شك أن كل هذه مخالفات للقانون الدولي وأيضا مخالفات للمواثيق والاتفاقات الدولية، وفيها اعتداء على سيادة كل من هذه الدول وانتهاك لحقوقها، وهذا يستوجب حق الدفاع الشرعي طالما تم استنفاذ كافة وسائل فض أي نزاع بالطرق السلمية. نعم. وبالتالي ما أصبح من حق الصومال حق هذا الدفاع الشرعي، وأيضا مساندة مصر بالدفاع الشرعي أيضا في إطار أن الأمن في البحر الأحمر هو أمن عربي وأمن إفريقي، وأيضا فيما يتعلق بأن أن الأمن في منطقة البحر الأحمر مرتبط أيضا بعضوية كل منهم وثماني دول في مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر. أثيوبيا تحاول أن تنفذ إلى البحر الأحمر بطريقة غير قانونية بممارسة التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، ونهج هو نهج استعماري، نهج استيطاني، نهج يعني يطمع في أراضي الغير ويستقطع الأراضي منها ويفرض عليها سيادة هذه الدولة، وهذا أمر بالقطع يتعارض تماما مع العلاقات الدولية والقوانين الدولية، فلا بد أن يكون هناك
موقف واضح وصريح بوقت هذه الاتفاقية وعدم خروجها إلى حيز التنفيذ على النحو الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار إليه. وأعتقد أن هذا الموقف موجود في كافة مواقف الدول والمنظمات المنظمات الدولية والإقليمية التي تناولت هذا الموضوع بالإدانة وبالرفض والتأكيد على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية. نعم، ولكن هل من إجراءات على واقع الأرض تجاه على سبيل المثال الأمم المتحدة أو منظمة الاتحاد الإفريقي أو منظمة التعاون الإسلامي أو أي منظمة باعتبار أن ذلك سوف يغلق هذا الملف نهائيا، أم سيكون هناك تصعيد من جانب الصومال خصوصا بعد التوافق الكامل داخل الأراضي الصومالية من جانب الرئيس ومن جانب الأحزاب السياسية والشعب الصومالي بإدانة ورفض كل ما يحدث بين إثيوبيا وبين إقليم صومالاند؟ الرئيس الصومالي أصدر قانون بإلغاء هذه الاتفاقية واعتبرها نول أند فويد وتصدق عليه بعد موافقة غرفتي البرلمان، وبالتالي لا يمكن أن تخرج هذه الاتفاقية لحيز التنفيذ. إذا كان هناك إجراء من خلال مواقف الدول والمنظمات فهو الإجراء الذي يتم من خلاله إلغاء هذه الاتفاقية وسحب الاتفاقية وإلغاءها من جانب الطرفين الموقعين عليها. إذا لم يتم ذلك فهناك لابد أن ستلجأ الصومال مدعومة بمواقف مثل موقف مصر والجامعة العربية وغيرها من الدول بحق الدفاع الشرعي باللجوء إلى مجلس الأمن في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا حق الدفاع الشرعي اللي موجود في جميع الدول العربية للدفاع المشترك، اتفاق الدفاع المشترك بين الدول العربية في جميع الدول العربية، والسيد الرئيس أشار إلى هذا. كل هذه هي إجراءات يعني يمكن أن تكون محل نظر إذا ما أقدمت أثيوبيا على تنفيذ المذكرة. حتى الآن المذكرة ما زالت على الورق ولم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ. كل هذه المواقف التي تحذر وتؤكد على رفض مذكرة التفاهم واعتبارها كأن لم تكن هي في حد ذاتها رسالة قوية إلى أثيوبيا وأيضا إلى أرض الصومال بإلغاء هذه الاتفاقية، وإلا فإن الإجراء التالي كما أشرت هو حق الدفاع الشرعي وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة في غاية الحساسية وتواجه حاليا توترات، فليس من الممكن أن تزداد التوترات خاصة وأنها كما أشرت أثيوبيا تمارس مثل هذا النهج من خلال التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع، وهي مرفوضة تماما من المجتمع الدولي وتعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح للقانون الدولي. نعم، سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.